هذا نص الوصية اللي تركته المرحومة. الله يرحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصي به وأنا في حال الصحة وتمام العقل. أنا زكية إبراهيم سلطان. أوصي لابني سهيل بكل ما أملك من قطعة أرض وبيت المذكورين أدناه، كما أوصيه بأخته سعاد ليكون معها في السراء والضراء. وهذا نص الوصية بتاريخ 21/3/2013 ومزيل بتوقيع وبصمة المرحومة، وهي نسخة من العقد قطعة الأرض والعقار المذكورة في الوصية. بس؟ لا مو بس. بالحقيقة وقت اللي اجت لعندي المرحومة مشان توثق الوصية طلبت مني انه صور مقطع فيديو وحطيناه على هذا الفلاش، وطلبت مني انه تشوفوه مجتمعين وقت اللي بنفتح الوصية. شرفوا.